بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 15 في الفقه، أصحاب الأعذار. الكلمات الجديدة الأعذار، أصحاب الأعذار. الأعذار جمع عذر، وهو الرخصة. المرض عذر في ترك صلاة الجماعة، تخفيف، خفف يخفف تخفيفا، من مصدر للفعل خفف، أي جعله خفيفا، ليس بثقيل ولا صعب. معتمد، يصلي الرجل معتمدا على عصا، من الفعل اعتمد، يعني يتكئ يضع يده عليها. مستلقن، مستلقن نائم على ظهره. منحن الرجل القائم المستقيم المعتدل في قامته. إذا أراد أن يركع ماذا يفعل؟ ينحني، يعني ينعطف قليلا بظهره، يبدأ بالانحناء. إذا كان الرجل فيه مرض لا يستطيع أن يصلي قائما، لكنه يستطيع أن يصلي منحنيا، يعني بمعنى يعطف ظهره قليلا، فنقول عليك أن تصلي ولو كنت منحنيا ما دمت تستطيع ذلك. شق يشق عليه، شق عليه أن يصعب عليه. قال ألف: الذي يجوز له أن يترك الجماعة من الرجال. الرجل الذي لا يستطيع الحضور للصلاة مع الجماعة، وذلك لخوف على نفسه أو على أهله أو على ماله، تجوز له الصلاة في بيته. الرجل الذي لا يستطيع الحضور للصلاة مع الجماعة لخوف على نفسه، يخاف أن يقتل، كما يحصل أحيانا في بعض البلدان لما ينتشر فيها الخوف وينتشر فيها القتل، كالبلاد التي يوجد فيها الخوارج مثلا، يخاف على نفسه، أو يخاف على نفسه أن يضرب، أو يخاف على نفسه مثلا من الشرطة أو اللصوص أن يعتدوا عليه اعتداء لا يستطيع دفعه، لا يستطيع دفعه، أو يخاف على أهله كأن يكون بيته ليس بآمن، فيخاف إذا خرج للصلاة مثلا في العشاء أو في الفجر، يخاف من اللصوص والسرق أن يعتدوا على بيته، فهو خائف على أهله، أو أن تكون أهله مريضة فيبقى عندها يؤمنها، أو على ماله، يخاف على ماله كشخص مثلا عنده تجارة مثلا، أو معه مال بحيث إذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع أن يأخذها معه إلى المسجد، وإذا أراد أن يذهب يخاف على ماله، ففي هذه الحال ماذا؟ يصلي عند ماله. قال: تجوز له الصلاة في بيته. صلاة المريض، الإنسان المريض الذي لا يستطيع أن يؤدي الصلاة بقيام وركوع وسجود، أو لا يستطيع بعض ذلك، تكون صلاته على النحو التالي: 1- أن يصلي صلاة الفريضة قائما ولو منحنيا. عرفت معنى منحنيا؟ إذا كان لا يستطيع القيام لكن يمكن أن يصلي وهو منحني، يعني منعطف قليلا، أو معتمدا على عصا لا يستطيع أن يقوم بنفسه لكن يستطيع أن يعتمد على عصا، أو على جدار يمكن أن يعتمد على جدار ويبقى قائما ونحو ذلك، فيجب عليه أن يصلي قائما ولو على هذا الحال، ولا رخصة له في الجلوس. بهذا نعرف خطأ كثير من الناس، من عامة الناس، إذا أصابه مرض خفيف يقول: أين الكرسي؟ أريد أن أصلي على كرسي أو أصلي على الأرض. غلط. فإن لم يستطع أن يصلي الصلاة قائما صلى جالسا، لم يستطع أن يصلي قائما. بعض الناس فيه مرض لكن يتكلف بشدة أن يصلي قائما، ما هو الضابط الذي به يرخص
للمصلي للمريض أن يجلس. نص الشافعية رحمهم الله على أن الضابط في ذلك أن يجد المريض مشقة لا يستطيع معها الخشوع في الصلاة، لا يستطيع أن يتدبر لما يكون قائما، لكن إذا جلس واستراح يمكن أن يتدبر وأن يخشع. فهذا الضابط هو الذي به يعرف متى يرخص للمريض بالقيام بالجلوس ومتى لا يرخص له بذلك. قال: فإن لم يستطع أن يصلي الصلاة قائما صلى جالسا. ثلاثة: وإن لم يستطع أن يصلي جالسا صلى على جنبه متجها إلى القبلة، والجنب الأيمن أفضل من الأيسر. فإن لم يستطع أن يصلي وهو على جنبه صلى مستلقيا. عرفت معنى مستلقيا؟ يعني يصلي وهو نائم على ظهره، وهو على ظهره ورجلاه إلى القبلة. خمسة: على المريض أن يفعل ما يستطيعه من الركوع والسجود والجلوس والقيام. ما يستطيع أن يفعله فعله. إذا استطاع أن يسجد بأن يباشر بجبهته الأرض فعل ذلك وجوبا. إن استطاع أن يركع بأن ينحني انحناء يجب عليه ذلك. وهكذا. قال: وأن يؤدي كل صلاة في وقتها، فإن شق عليه ذلك جمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما. يعني ويجب عليه أن يلتزم بأداء الصلاة في الوقت، فإن وجد في ذلك مشقة، وجد صعوبة في الوضوء، أن يتوضأ لكل صلاة أو أن يقوم يتهيأ للصلاة في كل وقتها، فيرخص له في الجمع بأن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما، إما أن يقدم العصر فيصليها مع الظهر، أو أن يؤخر الظهر فيصليها مع العصر، وكذلك المغرب والعشاء، والجمع من غير قصر ما دام أنه ليس بمسافر. القصر في الصلاة، قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، هذا خاص بالمسافر. أما المريض فحتى لو كان مرضه مرضا شديدا يجب عليه أن يصلي أربعا، فلا قصر إلا لمسافر. الدليل: من المعروف أن الدين الإسلامي دين يسر لا عسر، ولذلك رفع المشقة والحرج عن أصحاب الأعذار رحمة بهم وتخفيفا عليهم. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي مشقة. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكليف على النفس إلا بحسب وسعها، أي طاقتها وقدرتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه الجماعة إلا مسلما. وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، يعني إذا لم تستطع أن تصلي على جنب فمستلقيا. الدرس 16: الصيام. الكلمات الجديدة: قلل يقلل. قلل يعني فعل قليلا، قلل من الطعام، قلل من الأكل يعني أكل أكلا قليلا. يقلل تعبدية، أحكام تعبدية يعني لا تعقل حكمتها. لو قيل لك: لماذا كانت صلاة الظهر 4 ركعات والفجر 2 ركعات؟ ما الفائدة وما هي الحكمة من كون الصلوات على هذا العدد؟ ماذا تقول؟ تقول: لا أدري، هكذا أمرنا ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام.
هذه تسمى أحكام تعبدية، يعني نحن لم ندرك الحكمة منها. هي لها حكمة ولا شك، أحكام الله كلها معللة بأحكام، لكن بعض الأحكام لم نعرفها لقصر أفهامنا وعقولنا. هذه التي لا تعرف حكمتها يقال لها تعبدية، يعني نتعبد لله بها وإن لم نعرف الحكمة منها. امتثال للأمر، امتثال الأمر يعني فعله، فعله. آلام جمع ألم، آلام جمع ألم، الألم بمعنى المرض، بمعنى المرض. نعم. مسارعة، مسارعة، المسارعة بمعنى المسابقة، السرعة إلى الشيء، فعل الشيء بسرعة. عليك المسارعة إلى طاعة الله. إمساك مصدر أمسك، يمسك إمساكا. الصيام إمساك عن المفطرات، عن الطعام والشراب، يعني لا تفعل. أمسك عن الشيء، أمسك عن الكلام لم يتكلم، أمسك عن الأكل لم يأكل. نعم. المفطرات اسم فاعل، مفطرات التي تفطر، تفطر الصائم، الأكل والشرب من المفطرات. نسيان، نسي، ينسى نسيانا. ضغط الدم، ضغط الدم ارتفاع الدم، يعني ارتفاع نسبة الدم في الجسم يسمى ضغط الدم. فلان عنده مرض مصاب بضغط الدم. القي، القي إخراج الطعام من البطن بطريق الفم. لما يكون الإنسان مريضا ويشعر بألم في بطنه قد يخرج الطعام من فمه، يعني المريض. نعم. شتم يشتم بمعنى سب يسب، سب. بطل يبطل يعني فسد، بطل الصيام فسد. تعريف الصيام، الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، هذا تعريفه، تعبد لله بذلك مع النية، تعبد، لأن الإنسان قد يمسك عن الطعام والشراب لكن ما ينوي بذلك التقرب إلى الله بعبادة الصيام فلا يؤجر. حكمه، الصيام فرض عين على الإنسان البالغ العاقل المقيم المستطيع، فرض عين واجب على الإنسان البالغ، فخرج بذلك الصغير غير المميز فلا يجب عليه، العاقل بخلاف المجنون فلا يجب عليه، المقيم خرج بذلك المسافر فلا يجب عليه أثناء السفر لكن يجب عليه بعد ذلك القضاء، المستطيع خرج بذلك المريض فلا يجب عليه أن يصوم ويقضي إن كان مرضه يرجى شفاؤه أو يطعم إن كان لا يرجى. قال الله تعالى كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم. حكمة مشروعيته، للصيام حكم عظيمة، أولها حكمة تعبدية هي طاعة الله وامتثال أمره، حكمة تعبدية أن الله أمرك يجب عليك أن تطيعه، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم ولكل مسلم ومسلمة أن يستشعرها، وهي أن الله إذا أمرنا بأمر لا ننظر في الحكمة، عرفنا الحكمة أو لم نعرفها علينا أن نطيع الله، لأن بعض الناس مبتلى بالهوس، إذا أمر بأمر شرعي يقول ما الفائدة من هذا، لماذا نفعله؟ هذا كلام يدل على ضعف في الاتباع، في اتباع لأوامر، في اتباع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أمرك الله بأمر فعلته، بادر لفعله، إن عرفت الحكمة فهذا زيادة في الطمأنينة، تزداد طمأنينة بمحبة الطاعة، وإن لم تعرفها فلا ضير عليك. قال باء ومن حكمته، ومن حكمه الاجتماعية، اجتماع المسلمين على عبادة واحدة، وفيه مظهر من مظاهر المساواة بين الرئيس والمرؤوس والغني والفقير والشاب والشيخ والمرأة والرجل، كلهم في عبادة واحدة في شهر واحد في وقت واحد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، هذا واضح أن جميع المكلفين
يستوون في التكاليف الشرعية، ومنها عبادة الصيام. جيم، ومنها الوقاية من المعاصي. فكلما حدثت الصائمة نفسه أن يفعل بعض المحرمات أو المكروهات، تذكر أنه في عبادة فأمسك عن المعصية. الصيام يعين على الوقاية من المعاصي، ولذلك كان هذا هو الغرض من فرضية الصيام كما في الآية السابقة: لعلكم تتقون. دال، ومنها بعث الرحمة في قلوب الأغنياء والموسرين. الموسرين بمعنى الأغنياء، لأن الشعور بالجوع يذكر الأغنياء بحالة إخوانهم الفقراء، ويذكرهم بإخوانهم الآخرين الذين يقاسون من الأمراض، يعني يعانون. قاس يقاسي بمعنى عانى، شعر بمعاناة، شعر بتعب، شعر بقسوة، معاناة. الذين يقاسون الأمراض أو يقاسون من الأمراض ونحوها من الآلام. فلما يكون الغني الغافل، لما يكون صائما، يشعر بالجوع، فيتذكر أن من الفقراء من يشعر بالجوع وهو غير صائم لما لم يجد طعاما، فهذا الصيام يذكره بالصدقة وبرحمة الفقراء والعطف عليهم. وفي الصيام تعويد للإنسان على الصبر والعزيمة. واضح، يعين الإنسان على الصبر، يصبر على الجوع، يصبر على العطش. قال: وله فوائد صحية، وخاصة إذا قلل الصائم من طعام الإفطار والسحور، وهو علاج لبعض الأمراض، فالمصاب بمرض السكر أو ضغط الدم يخف عنه الألم في أثناء الصيام. مفسدات الصيام: 1. يبطل الصيام بالأكل والشرب عمدا. قال في التعليق: ويجب عليه القضاء بالإجماع، ويزيد غير الحنابلة الكفارة. الصحيح أنه لا كفارة إلا في من جامع متعمدا. وأما إذا أفطر الصائم ناسيا فصومه صحيح، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الجماع عمدا، ويجب على الصائم لذلك القضاء مع الكفارة. 3. القيء عمدا، ما يستحب للصائم، وينبغي للصائم أن يشتغل بقراءة القرآن الكريم، ويحفظ لسانه من الكذب والكلام في الناس بما يكرهونه. وإذا شتمه أحد فليقل: إني صائم. هذا واضح، الآداب ينبغي عليه أن يتحلى بها.